اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم، حيث أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مؤتمر صحفي اليوم السبت الموافق 4 فبراير للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، حيث يعقد اليوم المؤتمر بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي. يعد هذا المنتدى إن شاء الله في نسخته الخامسة اللي هتطلق استكمالا لسلسلة النجاحات الكبيرة اللي حققتها هذه المنتديات على مدار 4 نسخ سابقة أثبت فيها منتدى شباب العالم على مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشجعهم وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد تعد أهم ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية. طيب مزيد من التفاصيل وناخد تعليق أيضا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صفوت عبد العظيم نائب رئيس تحرير الأهرام، برحب بك يا فندم متحياتي لحضرتك. صباح الخير أستاذ عاصم وصباح الخير على مشاهدينا الكرام. تحيات لحضرتك يا أستاذ صفوت، وخلينا نتكلم عن منتدى شباب العالم اللي المفترض إن شاء الله النهاردة في مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالنسخة الخامسة. بالتأكيد منتدى شباب العالم كان نافذة حقيقية لشباب العالم أجمع لتقديم خبراتهم وأيضا مناقشة أهم القضايا العالمية، فشايف أهمية هذا المنتدى واللي بتأمله من خلال هذه النسخة الخامسة إن شاء الله بإذن الرحمن. بإذن الله تعالى هو منتدى شباب العالم منذ انطلاقه في دورته الأولى من حوالي 4 سنين ألقى بظلاله على الساحة المصرية وقدم مصر أنها عندها القدرة الكبيرة على إقامة مثل هذه المنتديات العالمية. صحيح. وانعكس إيجابيا فيما حدث حتى في الآخر مؤتمر المناخ الذي أقيم في شرم الشيخ. نعم. وبالتالي منتدى شباب العالم هو بيرتكز من خلال التنسيق المصري مع الأمم المتحدة ومع الجهات المعنية، والجهات المعنية داخل دول العالم أجمع لتجميع الشباب داخل جمهورية مصر العربية للاطلاع على أفكارهم تحت مسميات كثيرة منها السلام والإبداع والتنمية والفكر والتجارب الآخرين. نعم. والحقيقة هيظل المؤتمر أو المنتدى هو الواجهة الآمنة لشباب العالم لمساعدتهم على تحقيق شغفهم وأحلامهم. صحيح. بعيدا عن أي صراعات أو تحديات أو مشاكل، وكل شاب بيجي بيعرض تجاربه، وأعتقد أن في النسخ السابقة كثير من حضرتك لو تفتكر يا أستاذ عاصم البنت العراقية اللي هي قالت تجربتها وهي كانت بتنتمي إلى قبائل الزيدية. صحيح. وقالت تجربتها للعالم أجمع والعالم كله نظر ليها بحب واحترام وتحقيق مطالبها. نعم. فهو بوصلة التواصل ما بين شباب العالم للاطلاع على كل الأفكار، ومصر. نعم. بدأت تتخذ من منتدى شباب العالم تطوير. نعم. معين نحو تمكين الشباب من القيادة. نعم. يعني تم من خلال مصر عمل دورات للشباب علشان خاطر يوصلوا للقيادة. النهاردة بنشوف أعضاء مجالس الشعب، لو حضرتك تفتكر يا أستاذ عاصم، من حوالي 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة كنا بنبص للسادة النواب. صح. داخل البرلمان أقل سن فيهم. صحيح. يتعدى 60 و70 عاما يعني. فدلوقتي لا، الأشكال مختلفة داخل البرلمان، 90% من الموجودين معظمهم شباب، ده لم يأتي من فراغ ولكن أتى من منهجية الدولة الحفاظ. صحيح. وفي الوزارات كمان يا فندم والمحافظات. نعم. يعني بنشوف دلوقتي نواب محافظين ونواب وزراء ما شاء الله شباب، تغلغلوا داخل أروقة الدولة وداخل مؤسسات الدولة. صحيح. وده جه من منتدى الشباب نفسه، لأن الفكرة بتاع منتدى الشباب كانت فكرة رائعة. نعم. الحقيقة أنا بسمن دور القائمين عليها وبقول لهم سيروا على الدرب، يمكن الظروف الاقتصادية على مستوى العالم وتلقي بظلالها على العالم أجمع، وشفنا الإضرابات اللي موجودة في لندن، وشفنا الإضرابات اللي موجودة في فرنسا، وشفنا الإضرابات الموجودة في العالم كله، ولكن مصر دائما هي بتقبل التحدي. صحيح. ودائما وأبدا هي بتجمع العالم تحت مظلة واحدة وتحت شعارات واحدة، وهو السلام والإبداع، لأن رمز السلام أو من مدينة السلام بينطلق المنتدى شرم الشيخ كعادته. صحيح. والنهاردة بإذن الله في 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 المؤتمر الصحفي الذي يبدأ بعد قليل. نعم. سيتم وضع النقاط بشعار المنتدى الخامس وفاعلياته وعدد الحاضرين. دائما وأبدا منتدى شباب العالم
يتعدى عدد الحاضرون فيه بالالاف من جميع انحاء العالم، من جنوبا وشمالا ومن امريكا اللاتينيه ومن بعض الدول المنسيه، وده في حد ذاته تسويق جيد لمصر. التقاء الفكر الشباب المصري والاطلاع على التجارب ما بين الغرب وما بين الشرق، ما بين المسلم وما بين المسيحي، ما بين اللي عنده ازمات الدول التي كان داخلها حروب وويلات الحروب، وما بين نصيحه الشباب بتجنب مثل هذه الحروب او تجنب بعض الافكار الشريره التي اودت او اخذت الشباب الى منحنى دفعت الدول ودفعت الشعوب ثمنه غاليا. وبالتالي منتدى الشباب هو فكره رائعه، هو فكره الاطلاع على تجارب الاخرين، هو فكره لتبادل الخبرات ما بين الشباب، هو فكره لاظهار مصر بالصوره الرائعه التي دائما نسعى اليها، والتي دائما يتطلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الحفاظ عليها وتسويقها. ومن ثم هو بيعمل في ظل الظروف الاقتصاديه كمان الصعبه جدا، صعبة جدا للغاية على مستوى العالم وليس على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى مصر فقط. نعم. من أجل الحفاظ على مصر والحفاظ على الأجيال المستقبلية. نعم. ومن ثم سيتم إطلاق منتدى شباب العالم، لأن يا أستاذ عاصم بعد شوية بعد المؤتمر الصحفي النهاردة الناس هتعرف أن في منتدى شباب العالم يتعمل. صحيح، كله هيتسابق أنه يشارك فيه. طب ما انتوا تاكلونا، بدل ما تعملوا شباب العالم ما انتوا تشربونا، بدل ما تعملوا منتدى شباب العالم ما انتوا ترخصوا الفراخ واللحمه والحاجات. هذا في قلب الوطن، وهذا في قلب القياده السياسيه، والغلاء فاحش وكلنا نعاني منه، سواء غني او فقير كلنا نعاني. ولكن مثل هذه التجربه هي تجربه ان احنا بنصدر فكرنا للغرب. صحيح. ونستورد من الغرب افكارهم، بنطلع شبابنا على بعض التجارب اللي احنا بنستفيد منها، وبنطلعهم على تجاربنا اللي يستفيدوا منها. صحيح. بنسوق لمصر سياحيا، بنسوق لمصر فكريا. صحيح. والأهم من ده كله ان دائما وابدا منتدى شباب العالم منذ انطلاقه في نسخته الاولى وحتى النسخة الحديثة الخامسة ان شاء الله بإذن الله تعالى، لم تتكلف الدولة المصرية بالبلدي كده قرش ساخ في هناك سبونسر، وهناك شركات راعيه متحده، وهناك شركات راعيه. صحيح. لان هم بيتم التسويق، لان كل العالم بتبقى الانظار علينا. صحيح. جميع كاميرات العالم بتبث وكله بيتهاتف فيتهافى ان هو يشارك يا فندم. بالظبط يا فندم، حتى في بعض الشركات العالميه بتحاول تحجز من بدري وتقول لهم احنا نبقى سبونسر ليكم، لانه ده تسويق ليها وتسويق لشركاتهم على مستوى العالم. استاذ صفوت، يمكن من الحاجات الجميله في منتديات شباب العالم او مؤتمرات الشباب الحقيقه بتكشف عن الكوادر المصريه من الطيور المهاجره والمتميزين في مختلف دول العالم. مهم جدا ان احنا يعني نوضح الصوره للشباب المصري، ان الحمد لله عندنا فعلا كوادر شبابيه متميزه ونستفاد من التجارب بتاعتها. شايف اهميه هذا الامر ايه يا استاذ صفوت؟ بص يا استاذ عاطف، نعم. مصر دائما وابدا مصر ولاده. صحيح. مصر صدرت، مصر علمت العالم كل شيء من اقصاه الى ادناه. مصر التي كانت تكسو الكعبه في القديم هي مصر الان. مصر الان هي بتجاربها بعلمائها بخبراتها. هو الطيور المهاجره الموجوده داخل دول العالم النهارده بتشوف احسن دكتور طبيب قلب على مستوى العالم مصري. صحيح، شرف كبير ليه دكتور مجدي يعقوب، ربنا يديله الصحه يا رب. دكتور مجدي يعقوب طبعا غني عن التعريف ومعروف للعالم طبعًا. اجمع، وتم تكريمه من القيادات السياسيه ورؤساء الدول العظمى. صحيح. لتقدمه طبيا. الدكتور احمد زويل بعلمه ان هو راجل دخل وحصل على جائزه نوبل. صحيح، رحمه الله عليه. السيد الاستاذ نجيب محفوظ والذي حصل على جائزه نوبل. صحيح. مصر التي صدرت للعالم الفن، وصدرت للعالم الرياضه، وصدرت للعالم العلم، وصدرت للعالم العلوم والمعرفه والكتب والتراث. احنا بنشوف دول دلوقتي بيعملوا معرض الكتاب، وانا سمحت حضرتك وانت بتنهي الفقره ان اقراوا ثم اقراوا. مصر. صحيح. صدرت للعالم الجميع. فالطيور المهاجرة بتاعتنا لما نجيبها وهي تقعد وسطينا وتحتفظ بمصريتها، وده الأهم جدا جدا. وهذه الطيور المهاجرة هي بتخدم في الدول وتقدم لهم النماذج الرائعة، وتقدم لهم النموذج المصري الرائع الناجح.
صحيح. بص يا استاذ عاصف، مفيش واحد داخل دوله مفيش واحد مصري داخل دوله على مستوى العالم موجود هناك من اجل الرفاهيه ومن اجل قبول الحياه في مصر، ولكن هو موجود هناك تحت ضغوط معينه، الا وهي ان هم بيستفادوا من علمه، بيستفادوا من تجاربه، بيمتصوا دمه بالبلدي، وبيقدموا له كل التسهيل الحياتيه والتي معها عشان يستفادوا من وراء، يستحيل ان هو يفكر في العوده الى مصر. للأسف. بيخلوا اولاده في احسن مدارس، وبيقدموا له احسن حياه واحسن فرص له لكل شيء. ده حقيقه، ليس على سواد عيونه ولكن للاستفاده من خبراته. هذا هم المصريين، هؤلاء هم المصريين. منتدى شباب العالم بيجيب النماذج دي من كل فج عميق، وبيطلعنا على تجاربه، زي هو بدأ حياته من الصفر، وازاي سافر، وازاي كافح، وازاي قدم نموذج مشرف ليه ولمصر، وفي نفس الوقت بيساعد مجموعة من الشباب المصريين كل فيما يخصه. لو واحد عاوز يدرس علم بيروح يقعد معاه، حضرتك بتحضر المؤتمر وكلنا بنحضر المنتدى وبنروح وبيتقالوا، طب انا ازاي اقدر امشي على نفس النهج اللي حضرتك مشيت فيه؟ فبيشرح له ازاي وبيساعده، وممكن يذلل له كافه العقبات. فهو تواصل ما بين الاجيال الحاضره داخل جمهوريه مصر العربيه. صحيح. وبين الطيور المهاجره بتجاربها وبخبراتها، فالكل بيستفاد، ونقدم نموذج مصري محترم للعالم. صحيح. عاوز تشوف الطبيب الناجح؟ اتفضل، ده مصري. صحيح. عاوز تشوف الطيار الناجح؟ اتفضل، ده مصري. صحيح. حضرتك لما كان، لو حضرتك تتذكر العام الماضي، أيوة، لما كانت بتحاول طائرة مصرية أو نجحت طائرة مصرية في الهبوط وسط أجواء داخل بريطانيا، تعجب لها العالم كله. صحيح. إزاي طيار مصري نجح أنه يهبط بطيارته وتدرس حاليا في الطيران في جميع انحاء العالم. ما شاء الله. فمصر بتقدم نماذج ناجحه في جميع المجالات. صحيح. مصر ولاده، ومصر لديها الامكانيات، ومصر بتساعد على قد ما تقدر. صحيح. احنا عندنا مثل حلو قوي، بس احنا دايما بنغفله. المثل البلدي بيقول لك على قد لحافك مد رجليك. فاحنا احنا كمصريين امكانياتنا الماديه هي ده العائق شويه. انت حضرتك بتروح كعالم لدوله ما، فالدوله دي بتقدمك كل الامكانيات لان امكانياتها عاليه، دخلها اعلى. صحيح. عندها اقتصاد عالي جدا، فبالتالي بتقدم لك الامكانيات. هي مش عشانك، هي صحيح. عشان تستفيد من الخبره. صحيح. الله يحفظك والله يا استاذ صفوت. اخيرا، يمكن برضو من النماذج الجميله اللي بتحظى بها منتديات شباب العالم او مؤتمرات الشبابيه بدعم كبير جدا من القياده السياسيه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو دعم ذوي القدرات الخاصه وذوي الهمم. ويمكن شفنا اول مذيعه على المجال بتاعنا يا استاذ صفوت، اول مذيعه كفيفه، وده طبعا بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي. شايف كل هذه الامور وتحديدا تمكين ذوي الهمم في المجتمع المصري بدعم ورعايه من قبل الرئيس السيسي؟ بص يا استاذ عاصف، اتفضل. الرئيس من ساعه ما وصل الى سده الحكم، الراجل طلع وقال انا واحد منكم، واحد مننا. يعني ايه هي تفسيرها؟ نعم. بالبلدي يعني الراجل حاسس بالفقير قبل الغني. صحيح. الراجل قال انا قعدت في ثلاجتي الميه سنوات. صحيح. الراجل عاش مرحله من الحياه الصعبه التي كلنا نعاني منها حاليا. فبالتالي هو واحد مننا، بمعنى ان هو شخص رئيس لكل المصريين. صحيح. ذوي الهمم هم مش عددهم هين، ده بالعكس، ده عددهم يتجاوز العشرة مليون. ما شاء الله. فمن ساعة الراجل ما جه للحكم وقال انا مفيش عندي تهميش، الكل مشارك في الحياة السياسية، الكل مشارك في المسؤوليات. احنا تعالوا نبني مصر ايد على ايد تساعد. فالراجل بدأ يستفيد من كافة القدرات، ويوظف كافة القدرات اللي كانت للأسف مهمشة، اللي كانت للأسف بعيدة عن أي معترك مسؤولي داخل الدولة، اللي هو بالبلدي كده ما كانش لهم أي حقوق. فالراجل جه قال ذوي الهمم دول موجودين داخل المنتديات، دول موجودين داخل الوزارات، دول موجودين داخل أي حتة. النهاردة السيد الرئيس لما بيعمل يوم لذوي الهمم أو للأصحاب اللي أصيبوا داخل الحروق ويسألهم أنت عايزة إيه يا بنتي؟ فتقول له أنا نفسي أركب طيارة، فيقول لها خاطب السيد وزير الدفاع
ويقولوا يا سيادة الوزير بكرة بسملة تركب طيارة وتلف. ده مش موجود في العالم. صحيح. دي حاجة إنسانية. صحيح. لما الرئيس بتاعك يكون إنسان يبقى أضمن إن أنت ما تقلقش وما تخافش. ومن صحيح. خلال منبرك يا أستاذ عاصم أنا بوجه نداء للشعب المصري، إحنا في كلنا في مركب واحد. أيوه. مفيش حد هينط منها وهيهرب. صحيح. الحياة غالية وغالية جدا وصعبة والدخول ضعيفة لأن ظروفنا مش أكتر من كده، ولكن سنتجاوز لأن إحنا في صح. مرحلة بناء، والبناء مهم، والبناء ليس للوقت الآني، إحنا قادرين يأكلنا ويشربنا. ده مشروع واحد يتوفر يأكلنا فيه ويشربنا ونعيش سهلنا، لكن بعد كده شوف الطرق. طب ما هو ده توفير. أنت حضرتك لما كنت بتقطع المسافة في ساعتين ثلاثة، دلوقتي بيتم قطع المسافة في ربع ساعة. صحيح. ده توفير بنزين للبنزين وللجهد والمجهود وحرقة الأعصاب اللي احنا كنا نشوفها على الطرق يا استاذ صفا. حاجات كتيرة جدا. صحيح. لابد ان احنا كلنا كرجال اعلام يتوافر فينا ازاي نوصل المواطن لقناعتنا. صحيح. هي ليست ضغوط علينا علشان نقول ده، ولكن هي قناعات. انت مقتنع لاني عندك رؤية. امشي في الشارع وبص حواليك، ايه اللي بيحصل حواليا؟ الله ده شوف المبنى ده عامل ازاي، الله ده الطريق ده عامل ازاي، الله. طيب هقول لحضرتك الجديد، مش احنا بنينا وناس قالت هو هناكل طوب هناكل طرق. طيب يا جماعة الفترة اللي جاية شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا هي فترة الصناعة المصرية. مش احنا عاوزين نخرج من الـ من 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 الـ من العنق الزجاجة الاقتصادية. الراجل هيشتغل، هيبقى عندنا زراعة مش موجودة في العالم. الحاجات اللي احنا دلوقتي بنقترض علشان نستوردها من البنك الدولي مش هنقترض، القمح ده هو اللي معيشنا. فخلاص الاتجاه للزراعة، بدأنا نشتغل على الزراعة وعلى الصناعة، والفترة اللي جاية هي فترة افتتاح مصانع كتيرة جدا جدا تستوعب أي تعاملة تخرج من مصر من عصرتها الاقتصادية، ونطفو على الساحة بشكل منظم وشكل، وده المهم. صحيح. شكل تستطيع مصر الوقوف على قدميها، تعتمد على الاكتفاء الذاتي في كل شيء، ومفيش دولة بتنهض إلا بالاكتفاء الذاتي. صحيح. اللي بتأمله من النسخة الخامسة ايه ان شاء الله يا استاذ صافي، منتدى شباب العالم اللي هيتم الاعلان عن كافة تفاصيله بعد شوية في مؤتمر صحفي ان شاء الله؟ بنأمل من منتدى شباب العالم هو ان مصر تستطيع تصدير ما نحن فيه الى العالم من تجارب، من خبرات، من امكانيات، من سياحة، من امن وامان. وده مهم جدا، احنا محتاجين السياحة ترجع. أيوة. وعلى فكرة منتدى شباب العالم هو تسويق سياحي. صحيح. تسويق سياحي بامتياز. صحيح. تركب الدنيا كلها بتقول لهم اتفرجوا على بلدنا عاملة ازاي، شوف شوارع شرم الشيخ عاملة ازاي، شوف المنتدى عامل ازاي، شوفوا الامان اللي احنا فيه ازاي. فاحنا بنصدر الامن والامان اللي احنا فيه موجودين علشان السياحة تيجي، بنصدر الامن والامان علشان المستثمرين يبدأوا ييجوا لمصر. مصر مساحتها شاسعة. صحيح. ولو تم استغلال الموضوع الاستثمار من خلال الشباك الواحد بشكل أمثل، فالناس هتيجي وهتعمل عندنا مشاريع. المشاريع هتعود علينا باقتصاد، وهتعود علينا بإن الشباب العاطل اللي قاعد في القهاوي هيشتغل، وهتعود علينا بأفق كثيرة، وهنستطيع مصر تصدر. أصل مستثمر بيعمل حاجة هو هتصدر من خلال مصر. نعم. لأن مصر هتبقى شريك فعال في أي مشاريع استثمارية بشكل أو بآخر. فمنتدى شباب العالم هو تسويق جيد للأمن والأمان المصري، هو تسويق جيد للإطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها، هو تسويق جيد لإطلاع الآخرين على تجارب مصر، هو تسويق جيد علشان نقول إن مصر دولة ثابتة، دولة راسخة، دولة سلام، دولة محبة، دولة تستطيع أن تستوعب العالم أجمع تحت عبائك. يا رب كل التوفيق إن شاء الله للدولة المصرية فيما هو قادم. والحقيقة أنا بحيي حضرتك جدا وبشكرك جدا كتبنا الصحفي الكبير الأستاذ صفوت عبد العظيم أستاذنا الغالي. شكرا لك يا فندم، نورتيني وتحياتي لحضرتك.
يعني الواحد بيبقى مبسوط يعني لما بيبقى فيه كده إيضاحات لبعض الأمور اللي للأسف مغلوطة عند بعض الناس، وهناك الكثير من التحديات اللي بنواجهها من ضعاف الأنفس اللي بيتربصوا للدولة المصرية وليتربصوا لأي نجاح بتحاول الدولة المصرية وتشويه والنيل منه، ولكن إن شاء الله قادرين على تحدي المستحيل وقادرين أن احنا نكمل مسيرة البناء والنجاح في القادم بإذن الرحمن، وأن يكون الخير هو جني ما بدأناه من ثمار إن شاء الله، سواء ثمار بداية المشروعات أو حتى الثمار الخاصة بالإنتاجية بتاعت هذه المشروعات اللي هنحصل عليها إن شاء الله في الفترة القادمة، بما يعود على الخير للدولة المصرية برمتها بإذن الرحمن.